تابع محافظ أسيوط هشام أبو النصر أعمال تطوير ورفع كفاءة الجراجات التابعة للمحافظة، والتي تضم الإنقاذ السريع وأحياء شرق وغرب ومركز ومدينة أسيوط، وذلك لإنشاء جراج واحد مركزي يضم كافة الحملات الميكانيكية لهذه الوحدات والأحياء. وقام أبو النصر بجولة تفقد خلالها محطتي الثروة الحيوانية في قرية بني مر بمركز الفتح وقرية الحمام بمركز أبنوب للوقوف على أعمال التطوير التي تمت بهما لتعظيم الاستفادة منهما وزيادة إنتاجيتهما. وتفقد كذلك مركز شباب المنظرة قبلي بمنفلوط للإطمئنان على سير العمل بالقطاعات المختلفة ومدى تقديم الخدمات للمواطنين.